السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة Resident Evil 6. اوكي، Resident Evil 6 فازت في التصويت اللي سويته في القناة، وان شاء الله باختمها كاملة وبلعب كل الكامبينات الموجودة في اللعبة. قبل ما نبدأ، اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة، خلونا نبدأ. اوكي، بدأت بس نسيت ما حطيت بداية الشابتر الأول للعبة، وعلى طول بديت بليون. اوكي، هذه هي المقدمة المفروض نبدأ فيها. تالي نبدأ مع ليون. اوه، هذا كان ليون، كأنه كان ليون. هيلينا، look around. ليش اضغط باستمرار؟ اوكي، احنا بشر يا هليكوبتر، لا تطلق علينا إلا قاعدين يطلبوا علينا صراحة. ما شافوا ليان يأشر انه بوم. اوكي، يلا نبدأ. انا صراحة ليش ما احب هاللعبة؟ لان الاكشن فيها زايد عن حده. كمان It's not over yet. It's not over yet. Hang in there, Helena. 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 الحساسية اللي في الماوس عندي صايرة مرة كبيرة. بلي انزلها شوي. نفس الكلام دائما. Come on. Let's go. Okay، هذه مساعدة ال شو اسمه رفيقك تعصبي. Okay. After all we've been through, it'd be a waste to give up now. مقفل. اوه، هذه بتكون اسرع واجد. اوكي، هذا يعتبر من الاشياء اللي ما صراحة احبها في اللعبة. طبعا نفس صوت فتح الباب في ار اي 4 وار اي 5. وانا ما بخلي الفيديو الاول طويل، بخلص المقدمه في اللعبه شوي بس. Let's try this way. We're almost through this. لفت جندي. اذا ناخذ سلاحه يا ليون. ما تبغى سلاح؟ اوكي، نكمل. شوي صراحة بداية بطيئة ومملة. Let's take a break. Take a break, huh? Okay. There's gotta be a first aid kit in here somewhere. نبغانا نحصل علاج. اوكي، انا ما احب اللعبة اللي تغصبني اني امشي، ما اقدر اركض.
ولا حتى يمديني أأشر بالسلاح. Makes me sick seeing good soldiers die like this. لاكو عشبة. Leon, are you there? Hunnigan? Hunnigan. Good to hear you're okay. Where's Helena? She's not doing too good. She needs medical attention. Do you have any herbs left? A few, but I'm not sure they'll help. Okay, listen. Just follow my instructions. Uh-huh. Open menu. That's how we combine. Close. Hold on, Helena. رقم واحد. أعالجها. Too many good agents have died here today. You're not getting added to that list. Leon. Okay, هذا أول زومبي. يلا نشوف كيف شو اسمه الشوتينج في اللعبة. Okay. Okay. زي ما قلت معتمدين على الأكشن بشكل مو طبيعي. يعني طلقت على ما خلوني أنا أتعامل معاه. يعني المفروض أنا اللي أقتله أول زومبي عشان أتعلم. خلوها very cinematic. ما عندي أمل الآن. الحين أنا أعالج نفسي. الحين نقدر نعالج هيلينا. How do you feel? I think I'm gonna be okay. Thank you. العفو. Leon, what are you doing? You need to get out of there now. We're heading to the quad tower. What? No, it's too dangerous. There are BSAA agents there with survivors. I can't abandon them. All right. Then let me help. I'll direct you through the safest route. Thanks, Hunnigan. Thank you, Hunnigan. Okay. I've sent over the field guide to your PDA. You can always refer to that in a pinch. لحظة بس. Okay, حولنا المسدس إلى ذا ليزر أفضل أحس. كده أوكي نتبع. هل احنا مو في امريكا في الصين؟ كل الكتابات موجودة باللغة الصينية. اوف. What the hell? اوكي لازم يجي البارتنر حقي الرفيق. يلا يا رفيقتي. Let's go. اوكي يبغون نروح لهذا البرج. Hunnigan, can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Let's go. Move. وين اروح؟ سكر. ما عندي رصاص. اوكي الحين نقدر نعبر. Coming out of the woodwork.
Okay. Leon, helicopter! مو هليكوبتر. طيارة. اوكي بتنفجر اكيد نحتاج. هننفجر احنا. اوبا! شفته؟ اكشن باكشن، هذا اللي ما يعجبني صراحة. احسه ما ينفع للعبة روزن جيفو. Let's go. Get off me. Nice. Okay, طيار صار زومبي. حظك يا ليون. يبغوني انا اتحكم بها. لا جيت تحول زومبي. زومبي يا حبيبة الناس. اوف كلك وقت عن ايفنت. انا افهم ليش الناس مو مره يحبوا هالجزء، كله اكشن لحد ما لعب تقريبا شيء، كله كوت تايم ايفنت وكات سين. كان The Walking Dead. You all right? Barely. Yeah. Okay, طلع عندي أسلحة من الجيم بلاي أو اللعبة شو اسمه؟ المرة اللي راحت للعبت بس مو مشكلة. المفروض حذفت السيف بس ما حذفته زي RE4. لا RE5 لازم تحذف السيف حقك. Something doesn't feel right. يقول لك something لازم في يبغون ينزل تحت. والله ما مدينا اروح منا ومنا غصبا علي يبغون ينزل. هنا بيكون في باص. هذا نهاية، هذا بيرجعونا في الاحداث قبل الان. هذا اذكر كان في باص هنا، باص فايت قاتل زعيم. Back for more. Back for more. اوكي خلصنا. اوكي لين ما نتعود على اللعبة بخلي هذا الفيديو قصير كمقدمة للعبة. كان الحلقة اللي بتجي بتكون بحاول ان اخليها اطول. عموما اتمنى ان الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، تفعيل جرس التنبيهات. ان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.